سؤال من بعض الإخوة يقول السائل: ما الحكم الشرعي في جماعة من طلبة العلم في بلد حكمه شيوعي؟ أمضوا سنوات في إعداد الشباب في ذلك البلد لتغيير نظام الحكم الكافر الشيوعي، فاستطاعوا أن يجمعوا أعدادا كبيرة من الشباب من مختلف أنحاء تلك البلاد. نسبة كبيرة منهم تدربوا تدريبا عسكريا جيدا ويحملون العقيدة الصحيحة، وقد أعدوا أسلحة لا بأس بها. هل يعلنون الجهاد ضد ذلك الحكم الكافر أم ينتظرون محكومين بالكفر؟ وما هو حكم اغتيال رؤوس الكفر في ذلك البلد لإشعال جذوة الجهاد؟ هذا السؤال يمثل حماسات وحرارات توضع في غير أماكنها. لا يمكن الإصلاح، أي إصلاح كان، خاصة إذا كان إصلاحا انقلابيا خطيرا كهذا الذي يلمح السؤال إليه، لا يمكن أن يكون إلا على طريقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أن المسلمين جميعا يقتدون أو على الأقل المفروض أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل حركة وسكون، فإن الله عز وجل حينما قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، يقصد أنه هو عليه السلام قدوتنا في كل شيء، سواء كان عظيما أو كان صغيرا. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام في خطبه التي كان يجعل فاتحتها: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان الأمر كذلك، فيجب على كل مسلم أو كل طائفة مسلمة أو جماعة مسلمة أنهم إذا أرادوا أمرا أن يضعوا أمامهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر الذي هم قادمون عليه ومشرفون عليه. هل هكذا فعل عليه الصلاة والسلام حتى هم يفعلوا بمثل فعله ويقتدوا به صلى الله عليه وسلم؟ هذه المقدمة لابد ليس فقط أن تكون معلومة عند الشباب، بل يجب أن تكون راسخة كما يقال في سويداء قلوبهم، وما ينطلقون وما يتصرفون تصرفا ما إلا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآن كما يقولون: التاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه. نحن الآن
نشكو من ظلم الحكام وطغيان القوانين التي أخذت من الكفار الذين استعمروا البلاد الإسلامية برهة من الدهر، ثم لما خرجوا منها خلقوا من ورائهم قوانينهم المخالفة لحكم الله تبارك وتعالى. فهي لا يزال الحكام يحكمون بها على مخالفتها لحكم الله ورسوله. نشكو نحن هذه الشكوى ونساق بأحكامهم المخالفة لشريعة الله، ونظلم ونسجن ونقتل وإلى آخره. هذه فتن معروفة، نريد الخلاص من هذا الحكم ونظلم ونسجن ونقتل وإلى آخره. هذه فتن معروفة، نريد الخلاص من هذا الحكم الذي هو حكم بغير ما أنزل الله، سواء كان شيوعيا أو كان ديمقراطيا أو كان أي نظام ليس هو نظام الإسلام. فما هو طريق الخلاص؟ طريق الخلاص هو طريق الرسول عليه السلام. طريق الخلاص هو طريق الرسول عليه السلام. طريق الخلاص هو طريق الرسول عليه السلام. لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته كما تعلمون جميعا 13 سنة في مكة تحت حكم الطاغوت. فماذا فعل؟ لم يفعل شيئا سوى أنه دعا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى تثقيفهم وتعريفهم بشريعة ربهم. ثم لما اشتد الضغط على المسلمين هناك أمرهم بأن يهاجروا إلى الحبشة، لأنه كان هناك رجل من ملوك الحبشة كان من الملوك العادلين وهو المعروف اسمه بأصحمة. فأمر الرسول عليه السلام من كان لا يستطيع أن يصبر تحت ذلك الحكم الجائر أن يخرج من هذا الحكم إلى ذاك البلد الذي فيه العدل والحرية ونحو ذلك. ثم جاء هجرة ثانية إلى الحبشة، ولهذا تاريخ معروف في السيرة. ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يهاجر هو بنفسه إلى المدينة بعد أن كان قد استصفى من أهل المدينة رجالا آمنوا بالله ورسوله، كان قد اجتمع بهم في بيعة العقبة. فلما شعر أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد قامت نواة من الرجال المؤمنين في المدينة هاجر إليهم، وهناك بدأت هذه النواة تؤتي أكلها وثمارها وتمتد دعوتها فتشمل البيوت، كثير من بيوتات المدينة وأهلها. وجرت بعد ذلك المعارك بين المسلمين الذين غزوا في عقر دارهم في المدينة المنورة من المشركين الذين جاءوا من مكة إلى المدينة للقضاء على هذه الدعوة، إلى آخر ما هنالك من السير المعروفة. فالآن نتعجب نحن من هؤلاء الشباب الذين يخالفون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعجلون الأمر باستباق الأمور قبل
أن يأتي أوان الجهاد الذي لا بد منه يوما ما، ولكن هذا الجهاد لا بد له من مقدمات. أول ذلك فهم الإسلام الصحيح فهما صحيحا وتطبيقه على هؤلاء المسلمين تطبيقا كاملا. هذا الجهاد لا بد له من مقدمات. أول ذلك فهم الإسلام الصحيح فهما صحيحا وتطبيقه على هؤلاء المسلمين تطبيقا كاملا. سباق الأمور قبل أن يأتي أوان الجهاد الذي لا بد منه يوما ما، ولكن هذا الجهاد لا بد له من مقدمات. أول ذلك فهم الإسلام الصحيح فهما صحيحا وتطبيقه على هؤلاء المسلمين تطبيقا كاملا. فيوم يتجمع طائفة من الناس يبلغون 12,000 من هؤلاء المسلمين الذين فهموا الإسلام فهما صحيحا وطبقوه في نفوسهم، حينئذ سوف لا يكون بهم حاجة أن يثوروا، بل سيثار عليهم كما وقع مع الرسول عليه الصلاة والسلام، سيضغط عليهم، ربما يضطرون إلى أن يهاجروا. سوف لا يكون بهم حاجة أن يثوروا، بل سيثار عليهم كما وقع مع الرسول عليه الصلاة والسلام، سيضغط عليهم، ربما يضطرون إلى أن يهاجروا. من آخر إما ليعودوا إلى بلدهم أقوى ما كانوا، أو أن يؤسسوا جماعتهم ويكثروا جماعهم في بلد آخر، وهذه الأمور بيد الله عز وجل. ولكن المقصود هو أنه يجب على أي طائفة تريد أن تحقق ما جاء في السؤال من الجهاد في سبيل الله عز وجل والقضاء على الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، هذا لا بد له من الفهم الصحيح للإسلام والتطبيق الصحيح لهذا الإسلام على الملتزمين به. وفي اعتقادي أن هذا لا يوجد اليوم على الأسف الشديد في أي أرض من الأراضي الإسلامية، وفي اعتقادي أن هذا لا يوجد اليوم على الأسف الشديد في أي أرض من الأراضي الإسلامية، وذلك لأن الأمر إذا كان خفيا فمعنى ذلك أنه لم يتكون هالجماعة ولم تظهر قوتهم، وإلا فما بالهم يعملون في كما يقال في ليلة لا قمر فيها، وما بالهم لا يستعينون بالمسلمين الآخرين الذين قد يلتقون معهم في خطهم المستقيم في العمل بالإسلام الصحيح. لعلكم تذكرون بعض الجماعات التي قامت لتنفيذ مثل هذا الغرض في بعض البلاد الإسلامية، ثم كان عاقبة أمرهم أن رجعت الدعوة إلى القهقراء،